نعم. قال وتزيد الحائض والنفساء لا تصوم، يعني لا يجوز لها أن تصوم الحائض والنفساء، وإنما تقضي هذا الصوم، ولا يحل وطؤها حتى تطهر. طبعا قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، وهذا يسمى بالطلاق البدعي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طلاق الحائض يسمى طلاقا بدعيا، والحائض والنفساء في الأحكام سواء، الحائض والنفساء في الأحكام سواء.